لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول تركيا الكاتب والمحلل السياسي السوري أحمد كامل. أهلا بك سيد أحمد. مرحبا. أبدأ معك من تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن مهمة القوات الروسية لم تنتهي بعد في سوريا. كيف تقرأ مثل هذا التصريح في ظل انتشار القوات الروسية على الأرض في مناطق كثيرة بسوريا؟ طبعا هذه هي المرة الخامسة التي يوحي الروس بأنهم سوف ينسحبون من سوريا وهم لا ينسحبون. هي مجرد ألاعيب لفظية. انسحاب روسيا طبعا لن يتم إلا بعد تحرير الشعب السوري من هذا النظام. النظام السوري هو الذي أعطى الغزاة الروس حق البقاء في سوريا، وبزوال هذا النظام سوف يصبح وجودهم غير شرعي، غير ذلك سيبقى الروس. كيف تقيم خريطة انتشار القوات الروسية على الأرض وما الهدف منها في هذا التوقيت بالذات؟ هم موجودون في نصف الأراضي السورية، ما كانوا يوهمون بأنه يسموه سوريا المفيدة، وفي الحقيقة هي سوريا غير المفيدة. السورية المفيدة كلها أخذها الأمريكيون وحزب البي كي كي الكردي التركي وفروعه السورية. شرق سوريا أخذوا الفرات ودجلة والخابور، كل الأنهار، كل النفط، كل الغاز، كل المياه، كل القمح، كل القطن، كل الكهرباء، كل ما يفيد سوريا خارج سيطرة النظام وخارج سيطرة إيران وخارج سيطرة روسيا. روسيا موجودة تماما في هذا الصدد. وبحديثكم عن إيران، إلى أي مدى يعد هذا الانتشار الروسي استهداف للميليشيات الإيرانية المتواجدة، لاسيما بعد تصريحات المبعوث الروسي بأن طهران وميليشياتها ضمن القوات الأجنبية التي يجب عليها أن تنسحب من سوريا؟ نحن أمام مرحلة مفصلية تماما مثل اللصوص الذين سرقوا شيئا، وآن أوان اختلافهم على المسروقات. النظام والروس في موقف محرج. التفويض الذي منحته أمريكا وإسرائيل لإيران ولحزب الله وهو تابع لإيران كليا لدخول سوريا لضرب الشعب السوري وكسر ظهر الثورة السورية انتهى هذا التفويض، وبالتالي النظام مضطر أن يختار ما بين إسرائيل وما بين إيران. إذا اختار إيران وأغضب إسرائيل، وبالتالي نفس الكلام روسيا. روسيا إذا أغضبت إسرائيل فإسرائيل تستطيع أن تسقط النظام بأي لحظة. أما إذا حصل العكس، إذا تم إغضاب إيران، إذا روسيا أغضبت إيران أو النظام السوري أغضب إيران وقال لهم تفضلوا أخرجوا من سوريا، فأيضا الخسائر كبيرة على النظام وعلى الروس، لأن الإيرانيين هم من ينفقون على النظام، لأن النظام خسر كل المنطقة الشرقية اللي فيها كل ثروات سوريا. أصبح النظام بحاجة إلى من ينفق عليه، ومن ينفق عليه هو إيران، وهي التي تقدم له 70 ألف أو حوالي 75 ألف قاتل يقومون بأبشع الأعمال في سوريا. فالخيار صعب على النظام وصعب على الروس. نبقى مع روسيا وزيارة الأسد الأخيرة إلى موسكو، ما هي دوافع هذه الزيارة على الأقل من الجانب الروسي، وما مدى مساهمتها في تهيئة أرضية للحل السياسي في سوريا؟ ما في حل سياسي بوجود بشار الأسد وآل الأسد وحكم الأقلية في سوريا. مشكلة سوريا هي في واحدة ووحيدة، وهي حكم الاستبداد الأقلوي، حكم آل الأسد. الروسي يريدنا أن نوافق على حل سياسي يبقي سبب المشكلة، يبقي من قتل 600 ألف سوري، وهذا نوع من الفجور ونوع من قلة العقل. يستحيل أن يحصل هذا، يستحيل أن نقبل رئيسا من قتل 600 ألف سوري وطاوعته نفسه أن يطلق أسلحة الدمار الشامل الكيماوي على السوريين وهم نيام. هذا شيء من المحال. احتمالات الحل السياسي مستحيلة تماما، وبالتالي استدعاء بشار الأسد إلى روسيا قد يكون لإبلاغه الأوامر الإسرائيلية من أنه إيران آن أوان خروج من سوريا، والروسي والنظام بحاجة إلى أن يردوا. ماذا يفعلون؟
إذا لم تخرج إيران وحزب الله من سوريا، هل سيتحملون هذا الضرب المتواصل كل يوم كل يوم تقصف إسرائيل إيران وحزب الله والنظام، أم أنهم سوف يرفضون خروج إيران وعليهم في تلك الحالة أن يجدوا ممولا آخر للنظام وسبعين ألف قاتل بدل الإيرانيين وحزب الله؟ الكاتب والمحلل السياسي أحمد كامل، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.